لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تبت يوما مع الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وامتن عليه بنعمة الكلام ليكون بليغا فصيح اللسان، وصلاة وسلاما على أفضل من علم القرآن سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى الفضائية، ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم. حلقة يوم الاثنين كما تعودنا مع حضراتكم نتكلم فيها عن كيفية الأداء القرآن، وبفضل الله تعالى ومنته علينا في الحلقة الماضية بدأنا الكلام عن حرف من الحروف أو عن ثلاثة أحرف من حروف الهجاء أو حروف القرآن، ألا وهي حروف المد. وإحنا بنجمعهم مع بعض ليه؟ لأن حروف المد عندنا مخرجها واحد، فبالتالي إحنا محتاجين إحنا نتكلم عليها عنها بشكل إيه؟ بشكل واحد على أنها حرف واحد، تمام؟ طيب احنا اتكلمنا في الحلقه الماضيه لو تفتكروا معايا ازاي اعرف حروف المد، وقلت لحضراتكم ما هي حروف المد، وقلنا خطا ان احنا نقول ان حروف المد هي الالف والواو والياء. لابد وان نقول الالف الساكنه المسبوقه بفتح، الياء الساكنه المسبوقه بكسر، الواو الساكنه المسبوقه بضم، صح كده؟ ده شرط من شروط حروف المد عشان اقول دي حرف مد يقبل المد، تمام؟ طيب هنتكلم النهاردة عن مقدار المد. المد عندنا قد ايه؟ احنا المد الطبيعي عندنا هو ايه؟ حركتين. لو سألت حضرتك وحضرتك ما هي الحركات او بماذا تقاس الحركات؟ كتير مننا بيعرف الموضوع غلط، يقول لحضرتك ايه؟ يقول لك اعمل كده قبض الاصبع وبسطه، يبقى قبض الاصبع حركة وبسطه حركة، وده مش على يعني ايه، ده مش كلام دقيق عن مقدار المد. مقدار المد عندي بيقاس بالحركات، لان انا ممكن واحد عندنا يكون كسلان في تحريك الاصبع، يقول ايه مثلا ايه او، لا خدت وقت كبير قوي. وفي حد مننا سريع قوي يقول لك ايه او، برضه ما خدناش المد بتاع. وفي حد بيعمل توسط بين ده وبين ده، لا لا لا، انا اقول لحضراتكم تقيسوها ازاي. واصلا كلمه حركه يعني يقاس بالحركة، يعني يقاس بزمن الحركة. ايه زمن الحركة ده؟ الفتحة بتاخد وقت قد ايه؟ مش فاتحة الكتاب، انا ما قلتش الفاتحة، انا قلت الفتحة. حركة الفتح بتاخد وقت قد ايه؟ نص مد. يعني اقول ايه؟ دي حركة، او دي حركة، اي دي حركة. كم حركة دول؟ ثلاثة. طب عايزين اثنين منهم بس. لما اقول ايه؟ اي كده ايه حركتين، يبقى ايه؟ تجيب لي اتنين كده. يبقى انا بيقاس زمن الحركه، بقول اربع حركات، ست حركات، خمس حركات، يبقى حركات عندي بتقاس بايه؟ بزمن الحركه. يعني لو اعد ست حركات زي كلمه الضالين، يبقى اعد ايه؟ مثلا سته، ايوه كده، يبقى دول ست حركات، يبقى مقدار زمنها ايه؟ زمن الحركه الواحد. طب اما اقول حركتين اللي هو مقدار المد الطبيعي، يبقى مقدار زمن فتحتين ضمتين كسرتين، فتحه وضمه، كسره وضمه، ما مش مشكله، كلهم بيتساوى، الحركات كلها بايه؟ بتتساوى. يبقى زمن المد عندي المد الطبيعي حركتين، يقاس بايه يا عم الشيخ؟ بنقربها نقول قبض الاصبع وبسطه، بس في ناس بتوزن غلط. طب اوزنها ازاي بقى بالميزان الصحيح؟ الحركات هي ايه؟ الحركه هي زمن الحركه الواحده، زمن الحرف المتحرك بحركه، سواء بفتحه او بضمه او بكسره. كده خلاص عرفنا الزمن. جميل قوي 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 قوي. طب امتى بقى المد ده يطول معايا عن اتنين؟ امتى يطول معايا؟ لو المد ده حرف المد الالف والواو والياء بشروطهم اللي احنا قلنا عليها التقى بهمزه او بساكن او مشدد، يبقى عندنا حركه الايه؟ عندنا همزه، يبقى حرف المد ده يقابل همزه او قابل ايه؟ ساكن او مشدد.
طب ليه جمعنا الاثنين مع بعض؟ لان عندي المشدد اوله ساكن، يبقى احنا نقول على طول ونختصر نقول ساكن، يبقى مشد يبقى همزه او ساكن. يبقى السبب في زياده المد ان المد يزيد معايا زي ورد اليوم. هنبدا النهارده من ان الذين كفروا سواء. ايوه كده، في ايه؟ همزه. مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا مشدده. يبقى سبب المد عندي ايه؟ يا اما همزه يا اما ايه؟ ساكن. اريحكم بقى الموضوع دوت، وبقى تطبيقا في القراءه سهل قوي ان احنا نعرف الزمن بتاعها. اول ما تلاقوا بعد حرف المد همزه عد اربعه. ما تشغلوش بالكم بقى منفصل ومتصل، لان ده ايه؟ موضوع تاني خالص. لكن احنا بنقرا في البرنامج من طريق الشاطبيه، وعندنا المد المنفصل والمتصل زي بعض. تمام؟ اربعه وخمسه. ما احنا هناخد اربعه، يبقى عندنا ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه، عد على اصابع اربعه، او عد ايه؟ اجيب اربع حروف متحركه ورا بعضها، ا اي او ا مثلا، مثلا يعني. انا مش بقول نكته والله، ده انا بقول لحضراتكم ايه؟ بقول لكم الزمن يقاس ازاي؟ ايوه كده. طيب، اذا لقيت ما لقيتش بعديه همزه، عد سته. ما لقيتش بعديه همزه، يعني اي علامه موجه، ودي اشاره في المصحف ليها. وعايزين نحفظ الكلام ده بقى خلاص. احنا ممكن نكون بنقرا القران مالناش دعوه بعلامه الموجه ديت، لا لا لا، علامه الموجه دي معناها ان في عندي مد هنا هيزيد عن ايه؟ عن الطبيعي. طب ما لقيتش علامه الموجه ديت على حرف المد، يبقى همده اثنين بس، يبقى عد كام؟ واحد اثنين. او حرف متحرك بحركتين، حرفين متحركين بحركتين، اقول ايه؟ ا اي مثلا، ساسي مثلا، شاشي، ما اي حاجه زي ما 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 ما, 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 ما تختاروا. انا لو ضربت على دوت، واسهل حاجه بقى لمقياس المد بقى بالنسبه لي ان اعد 1 2 3 4. اما اعد 4 اقول ايه؟ مثلا ايه؟ السماء، بس كده، اعد كده بس كده، زي ايه؟ زي الثواني ما بتتحرك كده. لكن ما اعدش كده السماء واجري كده، ولا اعد ببطء قوي السماء رايح فين؟ ما ينفعش، ده زياده قوي كده، ده ما ينفعش. خلاص كده؟ بتهيألي الموضوع سهل جدا جدا جدا. خلاص؟ يبقى احنا عرفنا دلوقتي، خلصنا من حروف المد. المره القادمه باذن الله تعالى، ان قدر الله لنا البقاء واللقاء يوم الاثنين القادم، هنتكلم عن الاخطاء الشائعه في حروف المد، ودي بقى كتيره جدا. يعني ايه الاخطاء اللي بيقع فيها القارئ والقارئه للقران حال القراءه في حروف المد؟ بس هنتكلم عنها، ممكن ناخد فيها ايه وقت شويه نتكلم فيها ان شاء الله. هنسردها لكم من خلال ايه؟ من خلال تعليمنا القرآن والأخطاء اللي بنسمعها، وكلام المشايخ والعلماء عن الأخطاء في حروف الإيه؟ المد. كده أنا خلصت إيه؟ نقول ورد التجويد، وندخل بقى على القراءة. إحنا بدأنا بالفعل في المرة القادمة، المرة الماضية، بدأنا في إن الذين كفروا سواء عليهم. آية كام يا عم الشيخ؟ الآية السادسة من سورة البقرة. اللي معاه مصحف المدينة أول الصفحة على طول، أول الصفحة الثانية من سورة البقرة. الصفحة الأولى فيها خمس آيات، الصفحة الثانية بتبدأ بالآية السادسة من أول إن الذين كفروا، وإخواننا ربنا يجازيهم عنا خير الجزاء منزلينها على الشاشة. تابعوا معايا بقى القراءة، وتابعوا معايا، أنا علقت على بعض الأخطاء، هعيد تاني بسرعة كده وندخل على الأخطاء اللي بعد كده. جاهزين؟ نتعود بقى إن إحنا أول ما نقرأ القرآن نستعيذ بالله، يبقى أنا هبدأ بالاستعاذة. وينفع نبسمل؟ ينفع نبسمل. لكن خلينا نستعيذ بس، عشان ايه؟ الكلام عن ايه؟ عن الكفار، فالاستعاذه تكفي ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صلوا على النبي. طبعا انا معتمد انتوا بتقراوا ايه ورايا. طيب قبل ما ابدا تعليق على الايات والاحكام والاخطاء اللي فيها اللي بنسمعها من بعض اخواننا واخواتنا، يا ريت اخواننا ينزلوا على الشاشه صفحه الفيسبوك لو في اسئله ولا حاجه نجاوب عليها ان شاء الله في اخر الحلقه. طيب
ان قلنا ما قلنا في الحلقه الماضيه ايه ما نقولش ان كده كان واحد بيعمل مجهود غير عادي ان وتعمل كده ليه في نفسك ما تعملش مجهود ما تضيعش نفسك بالقوه اللي بتخش بيها على الحرف موجود ال 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 صفحه الفيسبوك الندى سلاج الندى اي ال ام خلاص يبقى ما اقولش ايه اوعى تقرا وتيجي تتعب نفسك يعني انا مش متخيل ابدا ولا وصل لنا ان الصحابه كانوا يجهدون من قراءه القران ابدا ولا وصل لهم كانوا بيعملوا الكلام ده خالص لان القران منقول لنا بالتواتر ان ايه انا تعبت والله لسه في اول الطلعة اهو يبقى نعمل ايه ان ايوه خش على القران على الحروف القران بالراحه وما تولدش من الهمزه كسره الهمزه حرف ايه حرف ما تقولش ان هي ان ايوه جميل قوي ان الذين احنا قلنا المره فاتت ما تقولش كفروا ولا تقول كفروا هي كفروا ايوه ك ف الكاف المفتوحه ك والفاء المفتوحه فا والراء مفخمه كفروا ايوه كده كفروا ان الذين كفروا سواء علامه الموجة موجوده ولا لا عشان الواو دي ايه الالف ده ايه ماديه الف ساكنه قبلها ايه فتح سواء جه بعديها همزه على طول لازم همد عندي ايه اربعه ده بيسموه ايه مد متصل واجب واجب يعني ايه يا عم الشيخ يعني يمد ايه اربع حركات ما يقلش عن ايه عن اربع حركات خلاص كده تمام سواء عليهم جه عندنا تنوين قلنا بقى نحن نحفظ بقى خلاص بقى مش هننسى بعد كده ان شاء الله سواء عندك ايه عندك ضمه وعليها قوس صح كده ايوه اول ما تلاقي ضمه عليها قوس اعرف على طول ان انت لازم تظهر نون يبقى سواء بعد الهمزه على طول سواء عليهم تمام عندنا همزتين ورا بعض واحنا عندنا حتى في لغه العرب من الصعب النطق بهمزتين عشان كده نلاقي كتير من القراء يتعامل مع الهمزه الثانيه او الاولى مثلا ورشه يتعامل مع الهمزه الثانيه يعني يجي هنا فوز عليه يقول ايه سواء عليهم انذرتهم ما بيقولش ايه انذرتهم لان ده في ثقل فتخيلوا بقى الهمزه الوحيده ثقيله لما يكون اتنين ورا بعض بس حفص نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السند المتصل قرأ بايه بالهمزتين واحنا عندنا اعتدنا عليها خلاص يبقى باقي الهمزتين سواء عليهم ايوه كده ما تقولش والكروت مفيش كروتة في القرآن ده احنا كل حاجة بنعملها من غير كروتة نيجي في القرآن كروت يبقى ايه همزتين لازم يجي همزتين ايوه كده جه بعديها نون ساكنة فاضية خالص ما عليهاش حاجة خالص أي نون تقابلني فاضية خالص كده أبص بعديها في لام ولا راء؟ لا مفيش لام ولا راء يبقى أعمل إيه؟ يبقى ركب غنة مش خلاص حفظنا بقى كده؟ طيب بس في خطأ بيقع فيه كتير مننا يقول إيه؟ أنذرتهم برضه طالع مطلع معرفش ليه الناس بتبدأ تتعب نفسها فعمل كده إيه؟ عمل ألف بعد الهمزة الثانية بقت إيه؟ لا خطأ ايوه كده نخلص الهمزه الاولى والثانيه وما نديش زمن زياده ونخش على الغنة على طول انذر الذال الذال حرف مرقق صح كده وجي بعديها راء مفخمه ذر اوعى تعمل بعد الذال برضه حرف مد انذر لا خالص 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 هتقول لي يا عم الشيخ الراء مفخمه ازاي دي ساكنه خد القاعده دي كمان بس بعد ما تصلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد احنا عندنا اي راء ساكنه قبلها حرف عليه فتحه من غير ما نفكر على طول تفخم تفخم يعني ايه تبقى تخينه كده انذر لا انذر ايوه كده تفخم كده معايا خلاص انا عرفت بقى خلاص كده القاعده يبقى الراء هنا ايه تفخم بس ما تفخمش الذال قبلها ما اقولش انظرتهم ظا لا ذا مش عايزكم تملوا من ان انا بطول في الايه في الكلام لكن انا الاخطاء اللي بنتكلم عليها دي هنكررها بس بشكل بسيط لكن كل ده معانا في القران كله
يعني الذال الساكنه، لا الذال المتحركه بفتح، لو جه بعدها راء ساكنه هتفخم الراء. نحذر منها في كل المواطن اللي بعد كده، واللفظ في نظيره كمثله كما قال ابن الجزري عليه رحمه الله. يبقى ايه؟ أأنذرتهم، ايوه كده، الذال تيجي بتسامه أأنذا، والراء تيجي بتبوزه بسيطه أأنذرتهم، ايوه كده. ام لم، شفتوا خدت فيها زمن قد ايه؟ في ناس تقول كده ام لم، ايه ام لم دي؟ معرفش، يخلوا ام ولم كلمه واحده اسمها ام لم. يقول لك ايه؟ سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تن ام لم تن، ويجي هنا ويجري، معرفش بيجري ليه. ام لم تنذر، ايه ده؟ انت رققت ليه الراء يا عم الشيخ؟ ما الراء اللي قبليها ساكنه ودي ساكنه. تنذرهم، لا خد بالك وخدي بالك، انا قلت شرط ان يكون الراء الساكنه قبلها فتح، وخدوا كمان المعلومه دي، وقبلها ضم، يبقى قبلها فتح وضم هتفخم. طب لو جه قبلها كسر هترقق. طب لو جه قبلها ساكن، ايه يا عم الشيخ انت هتلخبط بقى ولا ايه؟ ما ينفعش يجي قبلها ساكن، لان الراء ساكنه، ما عنديش ساكنين ورا بعض خالص في القران، صح ولا ايه؟ الا في حالات لما يجي نتكلم شويه على ايه، اما يجي لنا موضوع هنتكلم عليه. يبقى ايه؟ ام لم تنذر، ايوه شوف الراء جبتها بنفس هيئه الذال، تنذر، ايوه، لكنها قلت ايه؟ انذر، ذر، ذر، ايوه كده، هو ده الفرق اللي بنعمله ده، هو ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أم لم تنذرهم، بس في ناس بتضم الراء، يقول لك إيه؟ أم لم تنذرهم، أوعى تضم الراء، لأن لو ضمتها يبقى ضفت للقرآن حركة. فين دي يا شيخ؟ ما أنت الراء ساكنة هتقول تنذروا، هي تنذر، رايح عليها سنة صغيرة بس، خليها عليك. تنذرهم، أيوه كده. خدوا بالكم بقى من الخطأ اللي أتكلم عليه ده، وده بيجي كتير بقى مع السرعة. أم لم تنذرهم لا يؤمنون، تاني أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إيه لا يؤمنون دي؟ أوعى إيه تعمل كده، دي تبقى مصيبة، والله مصيبة. أنت عارف يا عم منير، أنت عارف المشكلة في إيه؟ المشكلة إن أنا بعمل كده إيه؟ أنا كده بحذف الألف، بقول إيه؟ لا يؤمنون. طيب الألف لو اتحذف إيه اللي هيحصل؟ أنا بأكد إن رب العزة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، يعني لو أنذرتهم أم لم تنذرهم هيؤمنوا. إيه ده؟ ده معنى الآية لا يؤمنون، لا هي نافية، لا في الموضع ده نافية، لا يؤمنون، مش هيؤمنوا، مش هيؤمنوا. يعني رب العزة بيقول للنبي كده، فأنت لو أنت وقع منك الألف ده تبقى وقعت في خطأ تحريف لكتاب الله، وأنت لا تدري، أنا عارف إن مش حد يقصد ده أبدًا، بس أنا بعلمك أهو عشان تاخد بالك، وبعلمك عشان تاخدي بالك. أم لم تنذرهم لا، لازم تعمل كده، المد الطبيعي الحركتين بقى اللي قلنا عليهم، مش ده ألف مادية؟ لا يؤمنون، مش لا يؤمنون، لا يؤمنون، يبقى أنا خليتها توكيدية، بأكد على إنهم إيه؟ هيؤمنوا. ده الموضوع كبير قوي، آه والله. أنت ممكن وأنت بتقرأ لوحدك من غير ما تتعلم، ممكن تقع في تحريف لكتاب الله وانت لا تدري. عشان كده العلماء قالوا من ياخذ العلم عن شيخ مشافهه يكن عن الزيغ والتحريف في حرمي، ومن كان اخذا للعلم من صحف من كتب فعلمه عند اهل العلم كالعدم، لم يحصل شيء كانه لم يحصل ايه شيء. خلاص نقرا بقى الايه، وده اللي بنعمله ده اسمها المشافهه، عشان ناخد الآية اللي بعديها إن شاء الله قبل الاتصالات. طيب إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قبل ما ادخل في الآية اللي بعديها أنا عايز أقول لحضراتكم بس الوقف هنا إيه، لو واحد نفسه ما يجيبش الآية دي، ما احنا اتفقنا بقى نتعلم الوقف الابتداء، هي الآية دي موصولة ما ينفعش فيها الوقف، لكن قصير النفس يقف مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، واقف وارجع أقول تاني إيه، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وكده يبقى أنا كده ريحت النفس إيه شوية لقصير النفس، طويل النفس يجيب الآية إيه كاملة. نخش على اللي بعديها. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم،
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. أنا وقفت على إيه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، صح؟ وما وقفت، وبعدين وقفت، وبعدين بدأت بإيه؟ وعلى أبصارهم غشاوة. ليه يا عم الشيخ؟ علماء الوقف يقولون بأن الوقف على سمعهم وقف كاف، وبعض العلماء قال تام. خلينا في الكافي لأنه أقرب للإيه؟ يعني الكافي هو الأولى. خلاص كده؟ تام يعني ما ينفعش انك توصل، يبقى كده تام المعنى خلاص. يبقى انت ما توصل كده، يبقى الواو دي هتبقى عاطفيه، يبقى انت بتعطف اللي جاي على قصه كده. لا لا لا، طيب كافي يعني ايه؟ يكفيك الوقف. واحنا هنقول عليه اسم وقف بيان. يعني ايه وقف بيان؟ هيبين لينا الفرق بين الختم وبين الغشاوه، بين الختم وبين الايه؟ الغشاوه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، لو وصلت ايه؟ وعلى ابصارهم، يبقى ابصارهم دخلت في الختم. لا 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 لا، هو ختم على الايه؟ القلب وعلى الايه؟ سمع. لكن جه على البصر وعمل ايه؟ غشاوه. وعلى ابصارهم غشاوه. ممكن نقف على غشاوه، ممكن نقف على غشاوه، ونبدا نقول ايه؟ ولهم عذاب ايه؟ عظيم. طيب ايه الاخطاء اللي موجوده في في الايه ديت اللي بيقع فيها بعض اخواننا اللي بيقراوا القران؟ خطم. ايه خطم دي؟ وحد تاني بقى من الاخوات استاذه تقول ايه؟ ختم. لا ده صح ولا ده صح. هي اصلا اي حرف عليه فتحه من حروف التفخيم السبعه اللي هم احفظوهم معايا، خص ضغط قض، خص ضغط قض، الخاء والصاد، ضغط الضاد والغين والطاء، قض القاف والظاء. السبع حروف دول اي حرف يجي عليه فتحه فخموا قوي. خاء، لكن ما اقولش خا، يبقى ايه؟ خاء. جه بعديها ايه؟ تاء. تاء، تاء، يبقى ايه؟ خاء تاء. ايوه، ابتسامه بعد الخاء، خاء تاء. ايوه، اللي احنا بنتكلم عليه من زمان، ابتسامه وتبويزه بسيطه قوي. ختم الله، جه لام اسم الجلاله مفخمه. اول ما تلاقي كلمه الله او كلمه اللهم في المصحف وقبلها فتحه او ضم فخمها، طب قبلها كسر نرققها، دي قاعده تانية كمان اهي. طب ختم ما الميم عليها فتحه وجي بعديها اسم الجلاله ختم الله، ايوه، يبقى انا عندي اللام هنا مفخمه. طب والميم؟ الميم ضعيفه مرققه. طيب اعمل فيها ايه يا عم الشيخ؟ ابتسم بس عند الميم ختم، واجي عند اللام واعمل ايه؟ التبويزه بتاعتي الصغيره، ختم الله على، ايوه كده، بس اقعد تقول على، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. في ناس بتعمل كده، يقول لك ايه؟ وعلى ابصارهم. راح فين؟ ما ينفعش الدفع ده، ما ينفعش خالص في القراءه، حروف المد تطلع كده منها ايه؟ راح خالص. تقول ايه؟ وعلى، ايوه كده. طب والله اللي انا بقوله ده جميل جدا، ها؟ ولا انتوا مش معايا؟ صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، تمام. وعلى بقى ساكنه، احفظ برضه الخمس حروف دول، خطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال، خطب جد. الخمس حروف دول اول ما يجي لي حرف منهم عليه علامه السكون او هقف عليه لازم يقلقل. يعني ايه يقلقل؟ اهزه. يعني ايه اهزه؟ يعني اخلي الحرف يتهز في المخرج. اسمعوا كده، وعلى اب، بس اه والله. يقول لك ايه؟ ابراهيم. ايوه، اوعى تقول ابراهيم وعلى ابصارهم، كده انت بتفتح، كده انت بتعمل حركه. لا 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 لا، هي ايه؟ اب ابصا، ايوه كده والله. عارفين لو مش هقلقل هعمل ايه؟ هقطع الصوت، اقول ايه؟ وعلى ابصارهم، ابصارهم، كده عملت ايه؟ ما قلقلتش. لكن اب، ايوه، فك المخرج براحه كده، خلي الشفتين، الباب بتطلع منين؟ من الشفتين، خلي الشفتين يتفكوا كده بسرعه، يعني فك المخرج بسرعه. بص كده، اب اب، اي بس كده، وعلى ابصارهم. انا كده ممكن ايه اخلص الايه واخد اتصالات ان شاء الله لو في اتصالات معانا. وعلى ابصارهم غشاوة. ايه يا عم الشيخ؟ ده مش قران خالص، دي ده بوكس غشاوة. وفي ناس تقول لك ايه؟ غشاوة، يتعامل بشكل فيه توقيق زياده قوي. هي ايه؟ غي غشاوة. ايوه والله سهله جدا، غي غشاوة، والله سهله. انا بقولها سهله، انا حاسس ان انا بقولها سهله جدا.
ولهم عذاب عظيم. هي اصلا ايه؟ عظيم ما تنفعش برضو، لا دي تنفع ولا دي تنفع. لفخم العين واقول ولا خلي الضاء ذال واقول ايه؟ عظيم. عظيم لا، ولهم عذاب عظيم. عظيم بصوا عظيم. ايوه كده. والضاء لما تكون مكسوره تبقى ضعيفه، بس ضعفها اقل من القاف والغين والخاء عند الكسر. خلاص كده عظيم. نقول بقى الايه مع بعض وبعد كده ناخد صلاه حضراتكم باذن الله تعالى. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طيب أنا عايز بس أقول حاجة، بناخد صال سواء هنبص عليها نلاقي في إيه؟ علامة الموجة بتاعت المد، وعندنا على علامة الإيه؟ المد موجودة. إيه الفرق بين المد ده والمد ده؟ ده مد متصل وده مد منفصل. ده مد اتصلت الهمزة بحرف المد فيسمى متصل، والتاني مد منفصل انفصلت الهمزة عن حرف المد فيسمى ايه؟ منفصل. تالي كده احنا عرفنا ايه المد المتصل والمنفصل والفرق بينهم في القراءة، واحنا نمشي على كده ان شاء الله بالشكل ده على طول ان شاء الله. لو في اتصالات معانا ممكن، لو فيش ناخد ام حسن. السلام عليكم ام حسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه شيخ ممكن اقرأ؟ اتفضلي ام حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. نعم. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا لسه بنتكلم بنقول ايه؟ بنقول ان احنا نعمل ايه؟ هنفصل بين الختم وبين الغشاوة، يبقى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ونقف. ماشي حاضر. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بارك الله فيك أم حسن. ده ورد اليوم. معانا ملك. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا ملك؟ الحمد لله. الحمد لله. اليوم الاتصالات كويسة. ازيك عاملة ايه؟ ألف سلام عليك. الله يسلمك، ربنا يبارك فيك يا ملك. ها؟ ممكن أقرأ؟ تقرأي منين؟ معاك، وأبدأ من معاك. من المعارج؟ اه. طب يلا سامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بقولك يا ملك يا ملك. أيه. ما شاء الله عليك، عندك كم سنة يا ملك؟ 6 سنين. ما شاء الله. بتقرأي من البقرة وبتقولي بقرأ من المعارج؟ ماشي يا ملك، انت ممتازة يا ملك، بارك الله فيك وفي من علمك القرآن. معانا الأستاذة هبة. السلام عليكم. السلام عليكم هبة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعالي الصوت شوية بس. حاضر. ها تقرأي معانا الورد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصي يا هبة، اسمعيني اسمعيني من التليفون ووطي التلفزيون على الآخر. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ من أول فين؟ أقرأ من الأول بقى. إن الذين كفروا سواء عليهم. هما الآيتين دول معانا إن شاء الله في الورد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم. لا سواء عليهم. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. مدي بقى. وعلى أبصارهم غشاوة. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بارك الله فيك ما شاء الله عليك يا هبه، بس ما تجريش بسرعه، وبعدين ما تقرايش بقى قراءه المرتعد، احنا اظن الجو حر الايام دي، ما تقوليش ايه ختم الله على قلوبهم وعلى، كانك بترتعش كده، اقرا القران كده بايه بدون الرعشه ديت. بارك الله فيك يا هبه. بسمله السلام عليكم. السلام عليكم يا بسمله. وعليكم السلام. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه ولا كويسه؟ كويسه. طيب تقراي معانا ايه؟ ممكن اقرا وبعد كده فاطمه من يقرا معايا كمان بعدية. يلا زي بعض اتفضلي. ودعاء كمان. طب ما تجيب جيران بقى بالمره اتفضلي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم. اسمعي بسمله. أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم. مدي شوية بسملة. بصي وعلى ولهم عذاب عظيم. بارك الله فيك يا بسملة. فاطمة مع حضرتك. اديني فاطمة. السلام عليكم. ازيك يا فاطمه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ويسفك الدماء ونحن نسبح ويسفك يفسد فيها ويفسق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. بارك الله فيك يا فاطمة. يعني اختاري ايه؟ نور هتقرأ مع حضرتك. ماشي الدهاني. مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله. مين معايا؟ ينفع تقرا سورة التحريم؟ اقرأي سورة التحريم. يا بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي لما تحرم. لا مش ألف. بصي يا اسمعيني، لما تحرم على طول، مش لما، مفيش ألف. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. بارك الله فيك. حد تاني ولا كفايه كده؟ طيب معنا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم يا أحمد. يا أحمد. أحمد راح. طيب يا ريت يعود بينا الاتصال مرة ثانية أحمد. بذكر حضراتكم برضو بالايه بصفحة الفيسبوك لو حد ليه سؤال ولا حاجة في التجويد او فيما يخص نطق آية. ام ملك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا بيكم ام ملك. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. احمد الله. مش سامع الصوت بعيد معلش. انا سامع حضرتك كويس. انا مش سامع خالص. طيب هتقرأي حضرتك؟ ايوه ممكن اقرأ. طب اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا قطع اتصال. تعود اتصال بينا تاني أم ملك. أنا بس حابب إن اللي يتصل بينا يركز معانا من خلال التليفون وما يبقاش متابع من خلال الشاشة، لأن في فرق بين توقيت بين صوت التلفزيون وصوت التليفون. معنا اتصال ولا ندى؟ السلام عليكم يا ندى. يا ندى مبروح بيت ليه كده؟ ندى ايوه انا. مين؟ سلام. مين؟ انا ندى.
انت يا ندى؟ طب انت اللي طلبانه يا ندى؟ ازيك؟ الحمد لله. كويسه ولا كويسه؟ لا كويسه. طيب هتقراي معانا ايه؟ سوره البقره كلها؟ لا البرنامج ما قضيش نصها. نصها؟ اه. طب اقراي الايتين بس اللي احنا بنقرا فيهم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. طب النفس ما يتقطع، ما نقف عندي. بص يا ندى. نعم. وليه تقولي ليه تقطعي في النفس كده؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وقفي ماشي يلا. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ها وعلى أبصارهم. مدي شوية مش في علامة مد. وعلى أبصارهم عظيم. بارك الله فيك يا ندى، ما شاء الله عليكي. الأطفال جمال جدا وبيقرأوا بشكل صحيح ما شاء الله عليهم، يعني 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 قراءتهم أفضل من كثير مش هقول من الكبار ممن في سنهم يعني. معنا أسماء. السلام عليكم أسماء. يا أسماء، أسماء، أسماء وقعت مننا. طيب يا ريت بس ننزله تاني أستاذ تامر، نزلنا الاستراب اللي عليها عنوان الصفحة. طب أنا حابب إن أنا أرد على رسالة جات لي ولا معانا اتصال. دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه دعاء. ممكن اقرأ؟ اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بارك الله فيك يا دعاء، ما شاء الله قراءتك ممتازة، بارك الله فيك. معنا اتصال. بسمة. السلام عليكم. بسمة انقطع. طيب انا عندي رسالة بس عايز ارد عليها ولا في تليفون؟ طيب الرسالة من بنت الإسلام بتقول: شيخي جزاك الله خيرا، هل نأثم إذا لم نتعلم قراءة القرآن بروايات أخرى غير حفص؟ أسأل الله ينفعنا والأمة بعلمك وفق له لكل ما يحب ويرضى. آمين رب العالمين، وعلمنا الله وإياك تعلم القراءات والروايات المختلفة فرض كفاية. نتعلم ولو رواية واحدة، لكن فرض كفاية يكفيك أختي الفاضلة أن يتعلم القراءات غيرك. لكن لو لم يتعلم أحد وينقل القراءات العشر بعشرين رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة كلها تأثم. ليه؟ فرض الكفاية فيه كفاية لمن قام بهذا الإيه؟ بهذا الأمر. معنا اتصال. حفصة. السلام عليكم. حفصة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك؟ الحمد لله. ها تقرأي معانا ايه؟ هقرأ تاني وجه من سورة قاف. طيب اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق
ذلك ما كنت منه تحيد. ما شاء الله عليك يا حفصة. ونفخ في الصور. حفصة. ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. بارك الله فيك يا حفصة. حفصة. حفلة من يا حفصة. هذا. يا حفصة. فكشفنا حفصة. عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يا حفصة. حفصة. حفصة ملهاش دعوة خالص. حفصة يعني حاطة التليفون قدامها كده تقريبا وتقريبا وبتقرأ على طول. بس ما شاء الله عليك يا حفصة انت ممتازة وقراءتك ممتازة. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. معنا اخونا هشام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك يا شيخ هشام. ازيك يا شيخنا؟ الله يكرمك حبيبي. أبيك. الحمد لله. الحمد لله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الذين كفروا سواء شيخ هشام. نعم. صل على النبي. عليه الصلاه والسلام. صل على النبي تاني. عليه افضل الصلاه والسلام. مش احنا بنقولش كفروا؟ نقول ايه؟ كفروا. كفروا. ايوه تمام كده. ماشي حاضر. حاضر يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أم لم تنذرهم؟ أم لم تنذرهم. أيوه ذرهم. ذرهم. أيوه. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا بس خد بين الألف لا يؤمنون. أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على لا الخام فخامة تخين أوي. خاء خاتم. ختم. لا خاء خاء خاتم. ختم الله. أيوه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بارك الله فيك ما شاء الله عليك. معانا معاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي معاذ مصطفى. اسمك معاذ ايه؟ معاذ. معاذ مصطفى. انا اسمي معاذ مصطفى. ما شاء الله عليك يا معاذ. انت عندك كام سنة يا معاذ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا معاذ انت سخن ليه كده؟ عندك كام سنة؟ ايه؟ اقرا. اقرا. اقرا يا معاذ. اقرا اسم ربنا الذي خلق. إن شاء الله. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان لدعوه. أرآه استغنى. أرآه استغنى. إنا إلى ربك الرجعى. يا 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 بص يا شيخ معاذ. يا معاذ. يا معاذ. أنت عندك كم سنة؟ ثلاث سنين. ما شاء الله عليك. أنت حافظ قد إيه يا معاذ؟ حافظ لحد اقرأ؟ أمي تحفظني. مين اللي حفظك؟ أسأل الله أن يبارك في أمك وأبيك. يعني ما شاء الله ثلاث سنوات يعني ناس كده بقى يعني تشوف نفسها. والله الاطفال ما شاء الله عليهم وقراءتهم ممتازه. يعني لم يعني الواحد يعني بيستبشر خيرا بالقادم والاتي ان شاء الله. يعني لما كنت قراءه الاطفال بالتالي هيبقى فيه ان شاء الله باذن الله تعامل بالقران وتدبر وده اللي عايزينه ان شاء الله. احمد طارق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ احمد؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ ايه الحمد لله. اخبارك ها هتقرا معانا ايه؟ سورة البقرة. من سورة البقرة؟ اه. طب يلا سمعني. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم الم أم لم تنذرهم؟ أم لم تنذرهم لا يؤمنون؟ يؤمنون.
يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى أبصارهم وعلى سمعهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بارك الله فيك ما شاء الله عليك يا أحمد. أنت كويس بس إيه واضح إن أنت كسلان شوية تقريبا لسه صاحي من النوم. معنا رؤى. رؤى السلام عليكم يا رؤى. عليكم السلام. حضرتك رؤى ولا أم رؤى؟ أنا أم. أهلا بحضرتك. نعم اتفضلي. طيب هم كده. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طب يا ريت تعاودوا تتصل بينا تاني، احنا كنا نسعد برؤى يعني ليست رؤية واحدة لكنها رؤى صلى الله يبارك فيها. طيب معنا اتصال ولا ارد على رسالة؟ طيب في رسالة جاية لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، ما حكم الصلاة خلف إمام يلحن لحنا جليا ويبدل الحروف مثل الذال إلى زاي وينصب المرفوع إلى غير ذلك من اللحن، مع العلم أنه يعمل مؤذن في المسجد والمسجد ليس به إمام ويصلي خلفه من هو خاتم لكتاب الله وأعلم منه بأحكام الصلاة. طيب احنا يعني دي نعتبرها فتوى ونحلها لبرنامج الفتوى في القناة، لكن انا هرد على حاجه واحده بس في موضوع ان يكون وراه حد بيقرا افضل منه وخاتم للقران. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليؤم القوم اقراهم لكتاب الله، او كما قال صلى الله عليه وسلم الاقرا هو الذي تصدر الامامه. ويا ريت اخونا لو سمعني اللي هو امام المسجد ده يعني يتعلم. انا اذكر والله موقف يعني مش عارف احكيه ده. احنا خلاص كده هنطلع فاصل ولا ايه؟ طيب في خلال الدقيقة قبل ما نطلع الفاصل ده ولا معنا اتصال؟ طيب انا دخلت اصلي في مسجد فالامام كان عنده لحن في الفاتحة، ودي نصيحة لإخواننا يعني لما تلاقي حد بيقع في خطأ في القراءة في الصلاة ما تروحش تقول له أنت ما بتفهمش، ما تعرفش حاجة، أنت إيه اللي بتسببه ده؟ أنت إزاي تعمل كده؟ فأنا رحت لأخونا قلت له يعني بارك الله فيك ما شاء الله أدائك ممتاز وقراءتك طيبة، بس في بعض الأخطاء كده في فاتحة الكتاب فيا ريت حضرتك تصح القراءة على حد. هو بص لي بقى من فوق لتحت كده وقال لي أنت معاك إيه؟ بس. فده كان رد فعل يعني يا ريت إخواننا يعني يتواضعوا شوية. لما حد ينصح حد بان هو يتعلم، واحنا كلنا محتاجين نتعلم، والله معانا اسانيد من مشايخ كتيره بفضل الله تعالى ولسه بنطلب العلم وبننزل لمشايخ نطلب عليهم القران. هنطلع لفاصل، خليكم معانا لا تغادروا شاشه قناه الندى، بعد الفاصل مباشره نستكمل باذن الله تعالى. خير الدليل اذا تهت يوما مع الحائرين، اذا تهت يوما مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا بفضل الله تعالى. نستكمل إن شاء الله، احنا معنا الورد الآية السادسة والسابعة من سورة البقرة، لمن أراد أن يقرأ معنا، ومن أراد أن يقرأ غير الورد فليقرأ بإذن الله تعالى. ويعني معنا اتصالات ولا نرد؟ عندنا رسائل كثيرة جاية. طيب ناخد صلاته، ولو ربنا ما قدرش إن احنا نرد على رسائل في هذه الحلقة نرد عليها إن شاء الله في حلقة يوم الجمعة إن شاء الله. أم حسن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ. أهلا بحضرتك أم حسن، اتفضلي. بقول لحضرتك أنا أول واحدة اللي قرأت على حضرتك، أنا معذرة بس أنا محفظة قرآن وكنت عايزة بس أشوف حضرتك التعليق على القراءة إيه بس. طب معلش تعيدي القراءة تاني بقى، لكن هي قراءة كويسة لكن برضه من باب التأكيد عشان أرد على حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قراءتك ممتازة أم حسن، بارك الله فيك. جزاك الله خير. بارك الله فيك، ربنا يحفظك. ها معنا اتصال ولا رد؟ نرد على الرسائل. طيب نرد على بعض الرسائل. عادل اسمه كده، عادل عادل. بيقول شيخ الكريم نريد تخصيص وقت لتعلم مخارج الحروف وصفاتها، بارك الله فيك وجزاك كل خير. طيب احنا ان شاء الله من خلال هذا البرنامج ممكن ناخد ايه 10 دقائق كل حلقه باذن الله تعالى زي ما احنا ماشيين كده، وناخد بعد ما نخلص حروف المد الصفات عشان نبتدي نبني عليها ان شاء الله، واحنا بنتكلم على مخارج ايه الحروف باذن الله تعالى. نهر الامل ده اسم المرسل، يا ريت يا شيخ تقرا سوره الشرح ضروري بارك الله فيك، لانها صعب علي شويه وخصوصا الايات الاولى مثل صدرك مفخم مرقق مفخم مرقق. حاضر ان شاء الله افعل ان شاء الله قبل انتهاء الحلقه. مروه العربي بتقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذه مروه. لا ده هي ليها في كلام تاني، ده يعملها على رسالتين. ابني عنده 3 سنوات، حفظته الفاتحة والإخلاص، ولكن الفلق دائما يقلب آخر الآيات، ماذا أفعل؟ وهل هذا كافي لسنة أم عنده سنة 3 سنوات أم من المفترض أن يكون حافظ أكثر من ذلك؟ معنا اتصال؟ طب أنا أخذ اتصال ده وأرد على حضرتك. عادل السلام عليكم. علي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. علي. والسماء ذات البروج. ده شغال لوحده. يا عم علي. نعم. السلام عليكم الأول. الحمد لله. طيب اقرأ يا علي. نعم. اقرأ. إيه؟ اقرأ. كلمة. اقرأ. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشهد ومسرود قتل اصحاب الاخدود على النار النار ذات الوقود وهم على يقود وهم على يا عم علي. نعم. انت مش مركز معايا ليه يا عم علي؟ وبعدين يا عم علي عايزين نتفق على حاجه، ان انت اول ما تقرا قران وهتبدا بس هو حد علي بيكلم حد مش معايا علي، تقول بسم الله الرحمن الرحيم طالما تبدا باول السوره خلاص. بارك الله فيك يا علي، يعني ده كان اخر اتصال معانا، واحنا انا يعني هاجل بس اخوانا بس يفكروا لي في الكنترول بموضوع قراءه سوره الشرح عشان وقت الحلقه بس يعني تقريبا انتهى. انا بس اختنا اللي بتسال عن ابنها عنده 3 سنوات حفظ الفاتحه والاخلاص والفلق بيقلب الايات بيجيب ايات بيقدم ايات ويأخر ايات، حضرتك كثر التكرار بيثبت عنده الحفظ. سن 3 سنوات هو السن المناسب لتعلم ولحفظ القران لان الذاكره يعني خصبه وبتستقبل كويس جدا جدا جدا، فما تضيعش الفرصه ديت، حضرتك بس تكرره كتير وهو مش هينسى ان شاء الله، زائد الحوافز بقى يعني ملبسه وبسكوتايه بتاع يعني الحاجات اللي مش هقول لكم يعني. كانت حلقه ماتعه، اتصالات كانت جميله جدا جدا من المتصلين خاصه الاطفال اللي انا بسعد بيهم دائما. ان شاء الله التقي بكم باذن الله تعالى يوم الجمعه القادم مع انواع الهجر، لنختم معا النوع الاول من انواع الهجر الا وهو هجر التلاوه والسماع. ثم بعد الجمعه القادمه ان شاء الله الجمعه بعد القادمه هنبدا باذن الله تعالى هيئوا نفسكم بقى للكلام عن ها التدبر، وده الاصل في هذا البرنامج. يعني اختم بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم بابي هو امي المجلس بسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وقبل ما اطلع من على الهواء بشكر القائمين على قناة الندى وفريق العمل في هذا البرنامج، جزاهم الله عنا خير الجزاء لما يبذلون من جهد كبير حتى تظهر لكم الصورة هكذا ويصل إليكم هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبوب.